السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه. مرحبا بكم معايا في قناتي شيواتكم. فيديو اليوم غادي يكون عباره على اربع وصفات اللي كتصلح لاعياد الميلاد. غادي نحضر هذه الوصفات في عيد ميلاد الزوج ديالي. غادي نشارك معكم هذا النهار اللي غادي نحضر فيه هذه الوصفات، وغادي تشوفوا يعني الطريقه كيفاش غادي نخدم والترتيب ديال الخدمه ديالي كيفاش غادي نورغانيزيها. كذلك غادي نشارك معكم طريقه بسيطه لتزيين مائده العيد ميلاد، وغادي تشوفوا معايا الفيديو. نتمنى انه يكون خفيف ظريف عليكم وفرجه ممتعه. على بركه الله، اول حاجه غادي نبدا بها هي الحلوى اللي غادي نقدم في عيد ميلاد الزوج ديالي. غادي نحضر تشيز كيك بالفريز، يعني متتبعات ديال القناه ديالي راه ديجا كيعرفوه. هو تشيز كيك المعتمد عندي، غير الاختلاف اللي غندير دابا غادي نغلف القاع ديال المول ديالي بهذا الفيلم المونتير او لا عفوا ورق الزبده، حيت ما بغيتش نقدمه في هذا القاع ديال المول، غادي نقدمه فوق هذا السيركل. لذا غادي نغلف هاد القاع ديال المول، غادي نغلفو بهاد ورق الزبده، وغادي نعاود نحط هذا باش نحط القاعده ديال التشيز كيك، وغادي ندخلها للمجمد باش يسهل عليا انني نهزها من المول ونعاود نحطها في هذاك السيركل اللي غادي نقدم فيه التشيز كيك ديالي. تبعوا معايا الفيديو. المتتبعات او لا المتتبعين ديال القناه ديالي راهما ديجا عارفين هاد التشيز كيك، راه هو المعتمد عندي، تشيز كيك بدون فرن وبدون جيلاتين. صافي، كيف ما كتلاحظوا هنا كنحاول انني نثبت هذاك ورق ستيلفيغيزي مزيان في قعر المول، ونحاول نقادو باش تجيني الطبقه الاولى او قاعده تشيز كيك ديالي تجيني مقاده مزيان ومستويه. غادي نحط المول على جنب، وغادي ناخذ البسكوي اللي مطحون تقريبا واحد 400 غرام، غادي نضيف لها كاس الا ربع من الزبده المذابه، وغادي نضيف كذلك واحد كيس من سكر فانيليا. غادي نمزج هاد العناصر كلها مزيان، غادي نحاول نرمل هذاك الخليط ديال البسكوي بهذيك الزبده، ماشي غادي نعجنوه بالزبده حيت الزبده كتبقى الكميه ديالها على حسب نوعيه البسكوي، يعني كنرملوه كيف ما كتلاحظوا، ماشي كيجي معجن غير كنرملوه. صافي، بعد ما رملناه مزيان غادي ناخذ هذا المول ديالي، وغادي نوضع فيه هاد القاعده او لا هاد البسكوي، غادي نوضعه في قعر المول، وغادي نحاول نبسطو مزيان او لا نقادو باش يجي في نفس المستوى، ما تجيني جهه عفوا طالعه وجهه هابطه، نحاول نقادو مزيان بالتساوي. وغادي نبدا نضغط عليه بايدي مزيان باش نثبتو في قعر المول، وباش تجيني واحد الطبقه تكون مستويه وتكون يعني مقاده مزيان وثابته في القاع. صافي، بعد ما تبت عفوا القاعده ديالي مزيان في قاع المول، غادي ناخذ واحد الكاس وغدا نبدا نورك هكا بالقاع ديالو مزيان على البسكوي باش يتبت ليا مزيان ويتقاد. صافي، بعد ما غادي نوجد هاد الطبقه هكا غندخلها للمجمد. الوقت اللي غادي نحضروا فيه كريمه الجبن، غادي نستعمل فيها ربع لتر من الكريمه السائله، حتى هذا واحد الاختلاف على التشيز كيك اللي ديجا حطيت لكم، يعني بهاد جوج طرق كيجي زوين. كنت استعملت ساشي من بودره الكريم شانتيي مع ربع لتر من الحليب السائل وطلعتهم. انا استعملت ربع لتر من الكريمه السائله، ضفت لها واحد جوج معالق كبار من السكر الثقيل لان هاد الكريمه عندي غير محلات، وغادي نضيف واحد
شويه من نكهه الفرامبواز، لانني ما لقيتش بيرلي بنكهه الفراوله او الفرامبواز، لقيت غير البيرلي العادي. ضفت هنايا واحد نصف ملعقه صغيره هكا راس معلقه كيف ما كتلاحظوا ديال نكهه الفرامبواز، ولكن راه عطات واحد المذاق روعه البنات، غير جربوها كتجي به رائعه. هاد الشيء كنصايبو دائما، وبهاد النكهه ديال الفرامبواز اللي ضفت ليه هاد المره جاء لذيذ بزاف، ألذ من اي مره صايبتو فيها. غادي نطلع الكريمه ديالي مع هذاك السكر والنكهه ديال الفرامبواز مزيان حتى نحصل على كريمه تكون عاقده. صافي، بعد ما طلعت لي الكريمه ديالي هكا وقبطات راسها كيف ما كتلاحظوا، غندخلها للثلاجه بين ما وجدت بقيه العناصر. غادي ناخد واحد البول اخر وغادي نوضع فيه هاد الاجبان اللي عندي. غنوضع بواطه ديال جبن جبلي وجوج العلب ديال الجبن الطري بيرلي. الا لقيتو بنكهه الفريز او الفرومبواز، هذاك فاسون تارت لا فريز كيجي احسن، ولكن حتى هكا وبنكهه الفرومبواز رائع رائع البنات بزاف. غادي نضيف ليه 4 قطع من الجبن المربع كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادي نطرب هاد العناصر كامله مزيان حتى تندمج ليا. صافي، بعد ما اندمجت العناصر فكرت انني نضيف واحد شويه من نكهه الفرومبواز، لانني ذقت كريمه الشونتيه بهذيك نكهه الفرومبواز وجاتني لذيذه بزاف. قلت علاش لا نضيف شويه هنا، نضيف اكثر هنايا باش تجيني النكهه مركزه. غادي نبدا نضيف هذاك الخليط ديال الاجبان على 3 المرات ولا 4 المرات بشويه بشويه، وانا كنخلط في الكريم شونتيه من الاسفل الى الاعلى كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. صافي، كيف ما لاحظتوا انا ضفت الكميه كامله، وغادي نحاول نخلط من تحت للفوق باش يندمجوا لي العناصر كامله ويجيني خليط متجانس. هنا جبت القاعده ديالي وضعت فوق هذاك السيركل شويه من الشوكولاته البيضاء المذابه، وغادي نوضع السيركل هذا على القاعده ديال التشيز كيك. كتلاحظوا تهزات معايا بكل سهوله، وضعتها في هذا البلاطو او هذه الصينيه، وغادي نعاود نسد عليها بالاطار. ما بقيتش مستعمله القاع ديال المول ديالي، صافي استعملت هذيك الكرتونه. غادي نوضع الطبقه عفوا غادي نوضع الطبقه ديال كريمه الجبن، وغادي نحاول نبسطها مزيان يكون عندي السطح مستوي ومبسط جيدا باش تجيني يجيني الكاطو ديالي مقاد. هنايا انا صوبت هذا الكاطو بليله قبل من عيد ميلاد، يعني الغد ليه عاد عندي عيد ميلاد ديال الزوج ديالي. هذه كتصوب دائما بليله قبل، ما كدارش في المجمد، كدير غير في الثلاجه لتحت. من بعد ما غادي نبسط ليها الوجه ديالها مزيان، نحاول نغطيها يا اما بفيلم اليمونتير او بشي صحن وندخلها للثلاجه ونخليها تبات ليله كامله. كتجي هكا مزيانه، تبقى ليله كامله حتى الغد ليه ان شاء الله عاد غادي نكملوها. يعني هادو هما التحضيرات عفوا المسبقه اللي قمت بها قبل نهار العيد ميلاد. هذه الوصفه الثانيه اللي غادي نحضروا، غنحضر دي ميني تارتوليت. كيف ما كتلاحظوا انا عندي هنا العجين بريزي كنت محتفظه به في المجمد، خدمته ودرته في ليمول وتقبته بالفورشيط ودرته في واحد الصينيه حتى تكونجلا، عاد جمعته في البواطه هكا وسديت عليه مزيان حتى الوقت الحاجه، وهو نفعني دابا وجبدته. غادي تلقاو الرابط ديال الطريقه ديالو، طريقه الاحتفاظ كذلك، في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو. وضعتهم هكا في صينيه الفرن، وغادي نعمرهم بهاد الحبوب. انا عمرتهم باللوبيا لانني استعملت زبده من غير اللي موالفه نستعمل، وخفتهم يهبطوا ليا من جناب، هادشي علاش استعملتها. الفرن راه عندي كيسخن، غادي ندخلهم الفرن ساخن ونخليهم يطيبوا على خاطرهم، نقص عليهم نخليهم يطيبوا على خاطرهم. هذا هو نهار العيد ميلاد، فقط صباح اول حاجه غنبدا بها بالنسبه للتحضيرات ديال العيد ميلاد هي نكمل التشيز كيك ديالي. خديت 300 غرام ديال الفراوله قطعتها مع نصف كاس من عصير البرتقال وطحنتهم مزيان هكا بالميكسور كيف ما كتلاحظوا.
غادي ناخذ واحد المصفاة وغادي نصفي هذا الخليط ديالي من هذوك الحبيبات ديال الفراولة، وغادي نضيف ليه السكر تقريبا واحد 3 المعالق، السكر يكون حسب الذوق، وغادي نضيف واحد الكيس من فلون طبيعي. انا موالفه نضيف 2 الاكياس، كان عندي غير واحد وما قدرتش نخرج مع التحضيرات، وهذا ما قدرتش نخرج باش نجيب واحد اخر، استعملت واحد وباش نتفادى ان الطبقه يعني ما تماسكش ليا ولا المهم توقع ليا شي حاجه. غادي نضيف ليه كذلك واحد المعلقه صغيره من بودره الكريم باتيسير، وغادي نمزج هاد العناصر كلها مزيان حتى يذوبوا ليا في هذاك العصير ديال الفريز والفراوله. غادي نوضع الكاسرول ديالي فوق النار مع التحريك المستمر حتى يعقد ليا الخليط ديالي، ماشي يعقد حتى يغلى، انه ما يعقدش ليا فوق النار، حتى يبرد عاد غيعقد. صافي الخليط ديالي هنا هو غلى، كتلاحظوا غنبقى نحرك فيه غير بضع ثواني على ما تهبط ليا الحراره ديالو شويه باش نخويه فوق التشيز كيك. خاصنا نخويه سخون ما نخويهوش بارد لانه دغيا كيجمد، الا خلينا حتى برد لنا في الكاسرول ما غاديش يبغي يتقاد لينا فوق طبقه الجبن، غيجينا يعني جامد. هنا جبت تشيز كيك ديالي وغادي نخوي فوق منه هذا الخليط، ما نخويهش مباشره فوق كريمه الجبن، نخوي فوق سباتول اولا معلقه ومن ثم يهبط فوق الكريمه باش ما يخسرش ليا المنظر ديالها وما يذوبهاش ليا، يعني حيت الا خويناه مباشره غتذوب هذيك البلاصه اللي تخوف منها. غادي نخلي التشيز كيك ديالي فوق مكان العمل حتى يبرد شويه، وعاد ندخلو للثلاجه باش يبرد مزيان. هنا غادي ندوزو باش نحضرو لي بيتزا، غنحضرو هنا واحد الصلصه ديال البيتزا سريعه بزاف، فيها طماطم مركزه مع شويه الملحه شويه الكمون شويه الابزار شويه زيت الزيتون وشويه الزعتر محكوك. غادي نضيف ليها الماء وغنوضعها فوق النار حتى تغلى ليا مزيان. في هذا الاثناء غادي نحضر هنايا هابي بيرثداي بالشوكولاته البيضاء في هذا الليمول، عندي هنا هذا المول ديال السيليكون مكتوبه فيه هابي بيرثداي، وغادي نكتب كذلك الاسم ديال الزوج ديالي في هذاك المول اللي بالبلاستيك هذاك اللي محطوط حدايا، غادي نكتب فيه الاسم وغادي نوضعهم في شي بلاطو، نوضعهم في المجمد نخليهم حتى يجمدوا مزيان عاد نديمو ليهم باش نزين بهم الوجه ديال الشيز كيك ديالي. هنا ها هي الصلصه ديالي وجدات، كتجي لذيذه بزاف البنات، كتجي زوينه وسريعه كيف ما لاحظتوا. دابا غندوزو نحضروا لي بيتزا. هنا استعملت هذا العجين اللي كنشريه من متاجر بيم، كنت عوال على العجين راه عندي في المجمد ساعه ما بقاش عندي، صافي خديت هذا حتى هو كيجي زوين البنات بزاف. غادي نستعمل هنا 2 قطع وغادي نوضع فوق منهم الصلصه ديال البيتزا اللي حضرنا مع بعض. الحشوه كتبقى اختياريه البنات، يعني عمرو لي بيتزا ديالكم باش ما بغيتو كيف ما كنقول لكم دائما. غادي نوضع طبقه من صلصه طماطم في القطعتين بجوج. هنا خديت واحد تقريبا واحد 200 غرام ديال الكفته اللي خديتها في نفس الكاسرول اللي كانت فيه هذيك الطماطم بعد ما خوات، وزدت لها نفس التوابل اللي زدت لصلصه الطماطم، وبقيت كنحركها هكا على نار مهيله حتى طابت ليا مزيان. دابا غادي ندوزو باش نبداو التعمار ديال البيتزا ديالنا. غادي نوضع شويه ديال الزعتر محكوك، غادي نضيف الكفته، ونفس الشيء كنديرو بالنسبه للقطعه الثانيه ديال البيتزا. هنا خديت الفطر المعلب شامبينيون ووضعته هكا فوق الكفته. غادي ناخذ الزيتون الاسود نحيد ليه العظام ونديرو هكا الى انصاف، ونزين به الوجه ديال البيتزا. الفران ديالي راه هو كيسخن، غادي ندخل ليه لي بيتزا ديالي يطيبو. من قبل ضفت واحد الرشه اخرى ديال الزعتر وزيت الزيتون، ضروري لان البنات كيجيبو البيتزا زوينه زوينه بزاف ومذاقها رائع.
غادي نحك شويه ديال الجبن الاحمر، تقدروا تستعملوا الموزاريلا كيجي احسن، ما كانش متوفر عندي. وبعد ما نخرج لي البيتزا من الفران غادي نوضعه فوق منهم. البيتزا ديالي هاي اللي خرجتها من الفرن، غادي نوضع فوقها الجبن المبشور كيف ما كتلاحظوا، وغادي ندخلها الفرن عفوا مطفي، ونخليها فيه حتى الوقت اللي غادي نبغي نقدمها، عاد نشعل عليها الفرن باش يذوب الجبن. غادي ندوز دابا نحضر السلطه اللي غادي ندير فيها اروز مسلوق، غندير فيها حك ديال الطون، وغادي ندير فيها المايس والزيتون مقطع، كذلك الكاشير مقطع. هاد السلطه كتجي زوينه بزاف. ضيفوا الملح، المهم انا غادي حتى نوجد المايونيز ديالي، عاد نضيف الملح يكون حسب الذوق. المايونيز كيف ما كتلاحظوا هذا هو المعتمد عندي، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو. كيجي لذيذ بزاف البنات وناجح 100%، كيجي خاطر كيف ما تلاحظوا معايا، هو اللي كنستعمل انا دائما في الوصفات ديالي، يعني حتى اخر لحظه وكنصايبو كيجيني مزيان. غادي نضيف كميه منه في السلطه، وغادي نحطها في الثلاجه، ما نخلطهاش دابا حتى الوقت اللي غنبغي نقدمها. دابا غادي ندوزو نكملو لي طارتوليت ديالنا. هنا خليتهم محتفظت بهم في واحد البواطه حتى لدابا في الصباح، عاد عمرتهم. غادي ندهن القاع ديالهم بشوكولاته مذابه، كتجي تعطي واحد المذاق لذيذ بزاف. بيضه، شوكولاته بيضاء كتعطي واحد المذاق لذيذ بزاف، وكذلك كتعطي واحد القرمشه لاباط ديالنا، ما كتخليهاش تلوى مع هذيك الكريمه، كتجي زوينه بزاف وكتبقى مقرمشه. غادي نحتفظ بهم في الثلاجه بين ما وجدت الكريمه ديالي. الكريمه غادي نحتاج فيها واحد ربع لتر من الحليب، يعني على حساب الكميه اللي عندي، ربع لتر من الحليب هي اللي غتقدني. غادي نضيف ليها واحد المعلقه كبيره من بودره الكريم باتيسيير، ومعلقه كبيره من السكر سنيده. تقدروا نسموا للناس هذه الكريمه باش ما بغينا بالحامض او بالفانيليا باش ما بغينا نسموها. هذا كل شيء مزيان حتى يذوب لي في الحليب، وعاد غادي نوضع الكاسرول ديالي فوق النار مع التحريك المستمر حتى تعقد لي الكريمه. الكريمه ديالي هنا البنات هي عقدت كيف ما كتلاحظوا. دابا غادي نعمر بها لي طارتوليت ديالي. صافي، بعد ما عمرتهم بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا، غادي نزينهم بالفواكه يعني المتوفره على حساب الرغبه ديالكم وعلى حساب الذوق ديالكم، استعملوا اي فواكه بغيتوا. كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نكمل لي طارت ديالي كاملين. بعد ما كملتهم غادي ناخذ واحد شويه ديال الناباج، تقريبا واحد 3 المعالق هكا، وغادي نطربهم مزيان حتى يتطلق لي هذاك الناباج، وغادي ندهن به هذوك الفواكه من الفوق باش يعطيهم واحد اللمعه، وكذلك الناباج كيعطينا واحد المذاق زوين. صافي، بعد ما غنكمل لي طارتوليت ديالي كاملين بهذا الشكل، ندخلهم الثلاجة ونخليهم حتى الوقت اللي غنبغي نقدمهم فيه باش يبردوا نيت، حيت كيبغيو يتقدموا باردين مزيان. خديت هنايا ما تبقى من الجبن اللي بقى ليا من البيتزا، وضعته هنايا مع السلطة، وغادي نمزج مزيان. وبنات ذوقوا السلطة ديالكم قبل ما تقدموها، يعني ضروري نذوقوا من الملح ولا الابزار ولا الخل، الا احتاجت السلطة ديالنا شي حاجة نضيفوها ليها. دابا اللمسات الاخيره على تشيز كيك، غادي نحل المول ديالي غير بشويه، نحلو هذيك القراصه ونطلعو الفوق بشويه باش ما نخسروش الطبقات. هو راه كيجي قابط كيف ما كتلاحظوا، التشيز كيك ديالي كيفاش جا،
كيجي زوين في المنظر ديالو، كذلك المذاق كيجي رائع وكيعجب راجلي بزاف. غادي ناخد شويه الشوكولاته البيضاء ونديرها في هذا القمع، وغادي ندير خطوط بهذا الشكل ونزين بقطع من الفراوله هكا قطعتها على شكل ارباع. غادي ناخد كذلك هذا العقيق اللي في اللون الوردي وغادي نزين به هنايا حدا هذا لي فخيز. خديت هذاك الشوكولاته اللي صايبنا وكنت وضعتها في المجمد، غادي نديمو ليها دابا وغادي نكتب هابي بيرثداي، وغادي نكتب الاسم ديال الزوج ديالي. التزيين كيبقى على حساب الرغبه، تقدروا ديروا قمع هكا من الورق او لا شي بلاستيكه او لا شي سيغانك ولا شي حاجه، وتخوي فيها الشوكولاته البيضاء وتكتبوا داكشي اللي بغيتو. دابا بغيت نوريكم الاطباق، يعني الاشكال النهائيه الاطباق اللي وجدت هاد اليوم. كيف كتلاحظوا هذا تشيز كيك اللي وجدت بالفريز، كيجي المنظر ديالو زوين، كذلك المذاق ديالو كيجي رائع، كيعجب راجلي، هذا هو الاهم، درتو ليه في هذا النهار ديالو. غنوريكم باقي الاطباق قبل ما نوجدوا الطاوله، مازال الحال راجلي ما غاديش يجي دابا، باقي الحال بقى لي واحد ساعه ونص هكاك. هادو لي ميني تارتلات لي صوبنا بكريمه الباتيسير وبالفواكه، كيجيو لذاذ بزاف، المنظر ديالهم كذلك كيجي زوين. هادو لي بيتزا ديالنا باقي مازال غنشعل عليهم الفران باش يذوب هذاك الفخوماج من الفوق. كيف ما كتلاحظوا انا دخلتهم غير الفران سخون، يعني مازال ما دابش هذاك الفرماج تماما. هذيك لاباط اللي كتباع حتى هي كتعتق بعض المرات الا ما كناش موجدين لاباط، وكتكون هذه هي الصلاه ديالنا. قدمتها في هذا الصحن كيف ما كتلاحظوا، وزينتها بشويه من حبات الكورنيشون وحبات الزيتون الاسود. صافي، وكيكونوا هادو هما الاطباق اللي وجدت اليوم، نتمنى انهم يعجبوكم ونكون عطيتكم افكار بحال هكا بحال هاد المناسبات. صافي البنات، هنا بديت كنوجد في الطبيله ديالي او المائده، كتلاحظوا مائده بسيطه كنحط فوق منها الاطباق على حسب عدد افراد الاسره، وغنبدا نوجد فوق منها الاطباق اللي حطيت. هنا حطيت السلطه، صافي حيت راجلي ما بقى لي غير شويه يدخل، واحد 5 دقائق ويدخل. حطيت كذلك لي بيتزا ديالي بعد ما شعلت عليهم الفرن وداب ليهم الفرماج. لي ميني تارتلات ديالنا اولا لي تارت لي ميني تارت ديالنا كتلاحظوا حتى هما كيفاش كيجيو زوينين. هنا زينت المائده بهاد الورود اللي كيكونوا يابسين، كلكم كتعرفوهم كيتباعوا في واحد الساشيات، وضعتهم هكا في الجناب ديال الطبله، ما وضعتهمش قدام بنتي لانني لو وضعتهم قدامها غادي تاكلهم. هنا حطيت هاد الشميعات الصغار حتى هما نشعلوهم من بعد فاش يدخل راجلي، وحطيت هنا واحد المشروب غازي. غادي نحط دابا تشيز كيك ديالي ونوضعو فيه شي شميعه باش نحتفلوا. هذه هي الطبيله ديالي البنات، كيف كتلاحظوا بسيطه بمكونات بسيطه وكذلك سهله، وصفات سهله، يعني غادي نحتفلوا بهذا النهار اللي هو العيد ميلاد ديال الزوج ديالي. بعد ما دخل كلينا وضحكنا وفرحنا شويه وفرحوا البنات حتى هما بهذه الاجواء. نتمنى انني نكون فدتكم في هذا الفيديو بهذا ولو غير شويه، نكون فدتكم بهذه الوصفات وبهذه الطريقه اللي وجدت بها المائده. كذلك وجدت قدام الدخله ديال الباب واحد هكا ديكور بهذوك الوريدات، ها هو قدامنا دابا، شكلت على شكل قلب وحطيت هذوك الشميعات وهذوك النفاخات هكا اولا البالونات، حطيتها في الدخله ديال الباب باش ملي يدخل راجلي يشوفها. وصراحه عجبو الحال،
واخا بنتي خسرت ليا هاد الديكور شحال من مره وانا كنعاودو، ماشي مشكل. نتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. انتم غادي تشوفوا معايا تشيز كيك بعد ما قطعناه كيفاش كيجي من الداخل، وغادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف باش تشوفوه، راني ديجا محضراه معاكم. نتمنى ان هذا الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم، وسمحوا لي بزاف الا طولت عليكم الفيديو. الى عجبكم فيديو اليوم وكيف العاده ما تنساوش تخليوا لي جيم وتشتركوا بالقناه اللي مازال ما اشترك بها باش توصلوا بجميع الوصفات. نتمنى ان يكون فدتكم ولو غير شويه وعطيتكم نصائح اللي يفيدكم في مثل هذه المناسبات. الى اللقاء مع وصفه قادمه وفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.